الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل شرح وقراءة كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي، على شرح ألفاظ التقريب للإمام أحمد أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخنا ومشايخهم في الدارين، آمين. المجلس السابق بدأنا في كتاب أحكام الفرائض والوصايا، وتكلمنا على معنى الفرائض والفرق بينها وبين الوصية، وأنواع الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، ومن لا يسقط بحال من الرجال والنساء، وكذلك أسباب الإرث وموانع الإرث. باختصار، أسباب الإرث ثلاثة وموانع الإرث ثلاثة. أسباب الإرث النكاح، النسب والنكاح والولاء. وموانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين والقتل والرق. ده الخلاصة إيه الدرس الماضي. اليوم نتكلم على وأقرب العصبات من النسب. يعني هناك من يرث بالفرضية، وهناك من يرث بالعصبة، وهناك من يجتمع فيه العصب والفرضية معا. فبيقول وأقرب العصبات، يقصد من جهة النسب، علشان هيتكلم إن العصوبة نوعان: عصوبة ولاء وعصوبة نسب. فهو بيتكلم هنا وأقرب العصبات يعني من النسب، وفي بعض النسخ والعصبة، وأريد بها من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم وسبق بيانه. يعني يرث بالعصبة ازاي؟ يعني ندي أصحاب الفروض الأول، لو اتبقى حاجة ياخدها أقرب عصبة. كويس؟ يبقى الأول هنقسم الإرث على أصحاب الفروض. يعني مثلا مات وترك أبا وأما وزوجة. كويس؟ أبا وأما وزوجة، يبقى الزوجة هتاخد الربع. كويس؟ لأنه لم يترك أبناء، الزوجة تاخد الربع. طيب والأم تاخد ثلث الباقي. ثلث الباقي، آه. وبعدين الأب هياخد الباقي فردا وتعصيبا، يجتمع فيه العصوبة ولا إيه؟ وبالتالي هتلاقي ان الاب هياخد ضعف الام في هذه المساله، وهكذا. يعني في بعض يعني احنا بنقسم الارث على اصحاب الفروض، اتبقى حاجه ياخدها العصبه، ترد عليهم او ياخدوها ان كانوا خارج عنها، لان في عصوبه بالنفس، عصوبه بالغير، عصوبه مع الغير، واخد بالك؟ العصب بالنفس زي الابن وزي الاب، والجد عصب بالنفس، وعصوبة بالغير ومع الغير، زي مثلا الأخ يعصب أخواته البنات، والابن يعصب الذكر، يعصب أخواته الإناث، وهكذا. وإنما اعتبر السهم حال التعصيب ليدخل الأب والجد، فإن لكل منهما سهما مقدرا في عين التعصيب. بنرتب جهة بقى العصوبة ازاي؟ البنوة الأول، ثم الأبوة، ثم الجدولة. يبقى خلصنا يعني الأول الفروع مقدمة في التعصيب، فروع الذكورة، لأن التعصيب تملي في الغالب فيه التذكير، في الغالب فيه بعض الصور تبقى فيها بعض الإناث معصرة، لكن على أي حال في الغالب إيه؟ العصوبة تأتي فيها التذكير. وبالتالي يبقى جانب البنوة الفرع مقدم على الأصل في التعصيب. كويس؟
لكن الاصل مقدم على الفرع في الولايه. يبقى في فرق بين الولايه وبين ايه؟ بين الارث. في الارث الفرع مقدم. ليه؟ لان الفرع محتاج اكتر لانه ضعيف. لكن من حيث الولايه فيبقى الكبير هو الولايه يقدم. فاحنا بنتكلم في الارث يبقى نقول ان البنوه مقدمه في التعصيب على الابوه والجدوده. خلصنا دول، نشوف بقى ايه؟ خلصنا الفروع والاصول، نشوف الحواشي الاخوه بقى. والاخوه ثلاث انواع زي ما قلنا في كتاب المواريث، اخوه اشقاء يعني لاب وام، واخوه لاب واخوه لام. الاخوه لاب يسموها اخوه اعيان علات، الاخوه لاب يسموه الاخوه العلات، والاخوه لام يسموه الاخوه الاخياف، والاخوه لاب وام يسموهم الاشقاء او الاعيان. يبقى عندنا اعيان وعلات واخياف، ثلاث انواع الاخوه. كويس. فبيقدم طبعا الاخ الشقيق على الاخ لاب. كويس. والاخ لام ما يعصبش. يبقى اللي بيعصب علشان ايه؟ لازم يبقى جاي من جهه ذكر. يبقى الاخوه الاشقاء مقدمين على الاخوه لاب. لما نقول مقدمين معناه ايه؟ يعني لو اجتمعوا يحجبوا اللي تحته، يبقى يحصل حجب. يعني انت ليك اخوه لاب واخوه اشقاء. كويس. وبعدين يبقى الاخوه الاشقاء احدهم مات ومشترك حد لاخواته والاب ميت، مين اللي يورثه؟ الاخوه الاشقاء يحجبوا الاخوه لاب. يعني لو ليه اخ شقيق واحد وبقيه الاخوات اخوه لاب، اللي يورثه اخوه الشقيق لوحده ياخد كل حاجه. وحجب مين؟ الاخوه لاب. بس هيورثوا مع الاخوه ايه؟ لام. وفي الحاله دي ناخد المساله العمريه، فندخل الاخوه لام مع الاخوه لاب بالتساوي. مش كده برضو؟ اللي هو بيقولوا الحجريه والعمريه والحاجات دي. يبقى ايه؟ الاخوه الاشقاء يحجبوا الاخوه لاب. خلصنا الاخوه. يبقى مين؟ طب مالوش اخوه. مين اللي يعصب؟ لا ليه فرع وارث، ولا ليه اصل وارث اباء يعني، ولا ليه اخوه. نبص على الاعمام، يقدم العم الشقيق على العم لاب برضه. ما لقيناش اعمام، نشوف ابناء الاعمام. ابناء العم الشقيق يقدموا على ابناء العم ايه؟ لاب. وهكذا طول ما احنا ماشيين. يبقى ايه؟ ترتيب الجهه البنوه، ثم الابوه، ثم الجدوده والاخوه، ثم بني الاخوه. طيب احنا ما عندناش اخوه، ندور على ابناء الاخوه الذكور. فهمت ازاي؟ يعني بني الاخوه الذكور قبل الاعمام. ما عندوش اخوه ولا ابناء اخوه ذكور. يبقى في الحاله دي اللي يعصب الاعمام، العمومه بقى. ثم بنوا العمومه. خلصنا. طيب ملوش دول خالص. مين اللي يعصبوا؟ الولاء بقى. لو كان ايه؟ يعني معتق. لو اعتق هذا العبد وصار حرا، وهذا الحر صار ليس له احد يورثه خالص ومالوش اي عصبه، يبقى في الحاله دي مين اللي يورثه؟ يورثه السيد المعتق. وفي الحاله دي حتى السيده المعتقه تورث بالتعصيب برضه، تعصيب الولاء. لانه من اسباب الولاء، يعني حتى لو اعتقته امراه تورث بالولاء. طيب ما عندناش عتق احنا في زماننا ده، يبقى مين اللي يورثه؟ بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين اللي هو يحل محله في مصر ايه؟ بنك نصر الاجتماعي. بنك نصر الاجتماعي دلوقتي هو اللي بياخد الارث لما يكون ايه؟ تارك شاغره. تارك شاغره يعني ايه؟ يعني ترك مالا ولا يوجد وارث. يسموها تارك شاغره. مين اللي يضع ايده عليها؟ بنك نصر الاجتماعي حاليا، اللي هو يحل محل بيت مال المسلمين. وعلشان كده بيقول ايه؟ ثم عد المصنف الأقربية في قوله الابن ثم ابنه. مقدرا العد في غير التعصيب ولا في عين التعصيب؟ مقدرا في عين التعصيب. يعني الأب ليه إرث مقدر، هياخد الثلث أو ياخد السدس، مش كده؟ لو ليه
ابناء الاب هياخد الثلث، ملوش ابناء الاب ياخد الثلث، والباقي تعصيب. فهمت ازاي؟ يبقى في عين تعصيب بياخد مقدر، سهم مقدر مع عين التعصيب. ثم عد المصنف الأقربية في قوله الابن ثم ابنه، يبقى قدم البنوة الاول الفروع، الابن ثم ابنه ثم الاب ثم ابوه، بعد خلصنا الفروع ندرى نروح للاصول، ثم الاب ثم ابوه اللي هو الجد يعني، ثم الاخ نيجي للاخوة، ثم الاخ للاب والام اللي هو الاخ الشقيق الاخوة الاعيان، ثم الاخ لاب. طيب ملوش اخوات، نروح ابناء الاخوة، ثم ابن الاخ للاب والام، ثم ابن الاخ للاب، ثم العم، خلصنا ملوش دول، ثم العم على هذا الترتيب. خلصنا الاعمام الاشقاء مفيش، نخش على الاعمام لاب مفيش، نروح لابناء العمومة برضو، نبتدي بابناء العمومة الاشقاء ثم ابناء العمومة غير الاشقاء على هذا الترتيب، ثم العم على هذا الترتيب، ثم ابنه، اي فيقدم العم للابوين ثم للابي، ثم بنوهما كذلك، ثم يقدم عم الاب من الابوين ثم من الابي ثم بنوهما كذلك، ثم يقدم عم الجد من الابوين ثم من الابي وهكذا. عدمت العصبات من النسب، والميت عتيق، والميت يعني ايه عتيق؟ يعني معتوق، يبقى عتيق بمعنى فاعل بمعنى مفعول، كتير ما تأتي ولا قتيل بمعنى مقتول، مش كده برضو؟ يبقى كتير تيجي جريح بمعنى مجروح، عتيق بمعنى معتوق، يبقى فاعل تأتي كثيرا بمعنى مفعول. والميت عتيق في الحالة دي نديله ايه؟ للمولى المعتق. طب المولى المعتق مات، يبقى ابنه ورثته، نبتدي الابناء الاول، واخد مالوش ابناء يبقى الاب. فهمت ازاي؟ وهكذا نمشي بنفس الترتيب برضه في العصبات. فالمولى المعتق اللي هو يسموه التعصيب بالولاء، يرثوه بالعصوبه ذكرا كان المعتق او انثى، يعني الانثى بترث بالعصوبه في حال الولاء بالعتق. فان لم يوجد الميت عصبه بالنسب ولا عصبه بالولاء، يبقى يسموها ايه؟ تركة شاغرة، يعني ملهاش وارث. في الحالة دي يسموها تركة شاغرة بالمفهوم المصطلح القانوني المعاصر، يعني يقول لك تركة شاغرة يعني لا وارث لها. فماله لبيت المال، يبقى ماله لمين؟ لبيت مال المسلمين. يبقى في مصر قلنا يأخذه مين؟ بنك نصر الاجتماعي. فصل. والفروض المقدرة، وفي بعض النسخ والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة. انت عارف ان في كتاب الله ورد ايه؟ النصف، ورد الربع، ورد كمان الثمن، وورد كمان الثلث، ورد الثلثان، ورد السدس، يبقى ستة اللي اتوردوا في الايه؟ الفروض المقدرة في القرآن هي دول. لا يزاد عليها ولا ينقص منها الا لعارض كالعول. ساعات العول بقى ايه؟ يجعل الثمن تسع تسع، زي ما ايه سيدنا علي افتى على المنبر ساعات. يعني العول يعني ايه؟ يعني لما تيجي تقسم ال 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 التركه على الانصباء اهل الفرائض تجدها زادت على اسهمهم، يسموها عالت. ففي الحاله دي بتقسم الزياده على السائر، الزيادة دي تقسم، كأن النقص هيحصل على الكل بقى بنسبة الزيادة. فساعات التمن يبقى ايه؟ يبقى تسع في الحالة دي. ولا ينقص منها إلا لعارر كالعول. والستة هي النصف والربع والربع. ساعات يقول لك النصف ونصفه ونصفه، علشان يعني ايه؟ والثلثان والثلث والسدس. ساعات يقول لك النصف ونصف ونصفه والثلثان ونصف ونصف، عشان ايه؟ يريح نفسه. وقد يعبر الفرضيون عن ذلك بعباره. الفرضيون يعني ايه؟ يعني علماء المواريث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان علم الميراث ده اول علم يرفع، حتى ان يجي يوم من الايام المسلمين
يدوروا على حد يفتيهم في تقسيم إرث ما يلاقوش عالم يفتيهم في إيه في تقسيم الإرث. وقد يعبر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة وهي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. الربع والثلث وضعف كل ونصف كل يبقى عبارة مختصرة، لأن الربع ضعفه هيبقى إيه النص مش كده برضو، ونصه يبقى التمن فهمت، والثلث ضعفه التلتين ونصفه السدس، يبقى جبناهم كلهم. يبقى عشان كده بيقول لك بعبارة مختصرة وهي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. فالنصف فرض خمسة، مين اللي يرث النصف بقى؟ خمس أنواع بس هم اللي يرثوا النصف، طبعا كل حالة على حدة، البنت وبنت الابن، إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، فإن كان له يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت واحدة فلها إيه؟ النصف. يبقى النصف هنا لو انفردت البنت ومعاش من يعصبها تاخد النصف، كويس؟ علشان كده قال إيه؟ البنت. طب افرض البنت مش موجودة وابنه مات في حال حياته ثم ترك بنت ابن، بنت الابن تحل مكان البنت فتورث النص برضه، فاهم؟ ما تحرس مكان ابيها، لان لو ابوها الذكر عايش كان يورث الكل، لكن ايه؟ لكن لو ابن الابن يورث الكل، لكن بنت الابن انفردت وليس معها يوم تاخد ايه؟ تاخد النصف كالبنت الصلبيه يعني. يبقى البنت وبنت الابن اذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، لان البنت لو موجوده ومعها اخوها ذكر يعصبها مش هتاخد النص، التركه كلها هتقسم للذكر مثل حظ الانثيين، فهتاخد التلت واخوها ياخد التلتين، في الحاله دي هتاخد التلت واخوها ياخد التلتين، فهمت بقى؟ يعني إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، يبقى أول اثنين من الخمسة البنت وبنت الابن، بعد كده التالتة الأخت من الأب والأم، فإن كان له أخت فلها النصف. طبعا الأخت المقصود بها الأخت إيه؟ الشقيقة والأخت الأب، لكن الأخت الأم بتاخد السدس ثابت ملناش دعوة، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ على النصف. النصف واخت، يبقى لازم الاخت دي تبقى اما اخت شقيقه او اخت لاب، والارث كلاله. والارث ايه؟ كلاله. كلاله يعني ايه؟ يعني ليس له اصل وارث ولا فرع وارث. فهمت؟ والاخت من الاب والام. طب ما فيش اخت من الاب والام؟ نشوف الاخت لاب تحل محلها، تروح واخده النصف برضه. إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، والزوج إذا لم يكن معه ولد، يعني ماتت وتركت زوجا ولم تترك ولدا، يبقى الزوج ياخد النص مش كده برضو؟ والزوج إن لم يكن معه ولد، ذكرا كان الولد أو أنثى. يعني لما نقول إيه؟ أن المرأة إذا ماتت وتركت زوجا بغير ولد، الولد ده المقصود بيه مولود سواء ذكر أو أنثى، مش ولد يعني بوي بالإنجليش، لا، ولد في علم المواريث يعني مولود سواء ذكر أو أنثى، مش معناه بوي المقابل لجيرل، فهمت إزاي؟ يبقى ولد إن كان له ولد يعني مولود سواء ذكر أو أنثى، فرع وارث. أه فرع وارث، ولو خنثى كمان. واحنا عندنا ثلاث انواع، مش احنا عندنا الجنس الثالث دلوقتي بيتكلموا عليه، يعني سواء كان مولود سواء كان ذكرا او انثى او خنثى، فهمت؟ يبقى والزوج اذا لم يكن معه ولد ذكرا كان الولد او انثى، ولا ولد ابن. طب افرض هي ماتت الزوجه دي وتركة حفيد وترك زوج، الحفيد ده يحجب الزوج عن النصف ويخليه ياخد الربع، فهمت ازاي؟ نكد يعني،
حجب حرمان، حرب حجب نقصان، حرك حجب نقصان مش حرمان، يحجبه عن النص ياخد الربع. ليه؟ لانه الحفيد عايز يتربى بقى، التاني يتربى وخلاص ويكون نفسه، لكن ده لسه عايز يتربى ويدخل مدارس ويتعلم ويتجوز وشغلانه، فمن حقه انه ياخد اكتر. لان العبره في المواريث والحكمه ايه، ان الانسان بياخد بقدر ايه ما يحتاج من نفقه. عشان كده ذكر مثل حظ الانسان في الصور، لان الرجل عليه النفقه والمراه ليست عليها نفقه، وبالتالي هو بياخد لانه غرامه، يعني الغرامات المطلوبه منه اكثر. يعني انت لو ليك اخت هتاخد ايه اقل منك في الارث، طب لو اختك دي مطلقه ما انت هتورث عليها، هتصرف عليها. فهمت ازاي؟ عرف يا مولانا في الارياف وفي الصعيد انه اذا عاشوا التركه طالما في عيل قاصر يفضل يصرف عليه من التركه لحد ما يبلغ زي اخواته، وبعد كده يوزعوا التركه. يجوز تاجيلها على الا يحدث ضرر طالما موافقين. يعني يجوز تاجيل قسمه التركه اذا كان الورثه موافقين، او يطلعوا له نصيب زياده بقدر ما يدرجش حاجه. لو طالما متعارفين على هذا عرفا يجوز، لان يجوز انك انت تدي له ازيد باذن الورثه. نعم. ازيد من نصيبه باذن الورث، فاذا اذن ما فيش اشكال. يعني ولا ولد ابن، يعني ملوش فرع معه فرع وارث. في الحالة دي لو الزوج ليس معه فرع وارث من الزوجة ياخد النص. واضح؟ والفرع الوارث ده قد يكون ابن او ابن ابن. والادق ما نقولش ابن، نقول مولود ولد، يعني عشان تدخل كمان لو ليها ابنة. يبقى احنا عندنا خمسة بياخدوا النص، مش كده برضو؟ أول حاجة البنت وبنت الابن إذا انفرد، والأخت وإيه الشقيقة والأخت لأب، هذا أربعة، والخامس الزوج إن لم يكن معه فرع وارث. اختصارا يعني بدل ما أقول إيه ابن ولد، إن لم يكن معه فرع وارث. طيب والربع بقى مين اللي ياخد الربع؟ اللي بياخد الربع في الشرع اتنين بس، اتنين بس، المرأة الزوجة يعني إن لم يكن معها فرع وارث هتاخد الربع، مش كده برضو؟ طيب والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الولد، والزوج لو إيه لو معه فرع وارث، ما هو لو ما كنش معاه فرع وارث هياخد النص الزوج، لو معاه فرع وارث الزوج ياخد الربع، مش كده برضو؟ والمرأة والمرأة تاخد الربع لو مات الزوج وليس معه فرع وارث ولم يترك فرع وارث. واضح؟ يعني تملي الربع تلاقي الوارث فيه بسبب النكاح. فهمت ازاي؟ مش بسبب النسب، تملي الربع كده، لكن الثلثين والنص والحاجات دي ممكن يبقى فيها نكاح، سبب الارث فيها ممكن نكاح، ممكن يبقى فيها نسب، لكن الربع بالذات ده متمحض ايه بسبب النكاح، لانه فرض الزوج مع الولد او ولد الابن سواء كان ذلك الولد منه او من غيره. يعني سواء كان الولد اللي تركاه الزوجة دي اللي ماتت من هذا الزوج او من زوج قبله. فهمت بقى ازاي؟ منه من هذا الزوج او من غيره، يعني من زوج قبله. انت ممكن تكون متجوز واحده كانت متجوزه راجل قبلك وعندها اولاد منه. فهمتني ازاي؟ وبعدين ماتت وهي ايه زوجه لك، في الحاله دي ابنائها من غيرك يحجبوك من النص للربع. ادي معنى ايه؟ سواء كان الولد منه يعني من الزوج الوارث، او من غيره يعني من زوج قبله. فهمت بقى؟ طب افرض بقى وجد الفرع الوارث لكن في مانع من موانع الارث، قاتل او رقيق او مرتد، في الحاله دي ما يحجبش كأن لم يوجد. فهمت بقى ازاي؟ الارتداد يا مولانا مين اللي يقره؟ بحكم قاضي. قاضي؟ اه طبعا، يعني لان اصلا في الزمن اللي احنا فيه بحكم قاضي او اختلاف دين. قاضي المحاكم بتاعتنا طبعا، القوانين بتاعتنا.
يعني افرض انك انت بقيت الورثة شايفين ان الجدع ده وهو احد ورثتهم هيقسمهم في الارث وهو كافر، هيرفعوا عليه قضية يثبتوا انه كافر عشان ما ياخدش من ارث ابيهم، فهمت ازاي؟ وما يحرمهمش وينقص من نصيبهم، فيرفعوا عليه قضية ويثبتوا كفره، القاضي حكم بردته خرج من الارث كأن لم يوجد، فهمتني بقى ازاي؟ لكن لو سكته هيورث، محدش هيمنعه لانه مذكور بالنسب. لا يقسموا، افرض هما تنازلوا ما يقسموش، متنازلين صعبان عليهم اخوهم برضه، ويقول لك مش عارف ايه الدم ما ايه عمر ما الدم يبقى ميه وبتاع، وصعبان عليهم وما عملوش قضيه ولا حاجه، قالوا ياخد ياخد ما هو اخونا برضه حتى لو كافر، فهمت ازاي؟ افرض تنازلوا، ما هو حتى الوارث افرض ما رضاش ياخد نصيبه وادى لاخواته ما يجرش ولا يقسم ولا حاجه، بل بالعكس يمكن ياخد ثواب كمان انه سابه لهم. تملي اللي بيتنازل في الارث من خلال خبرتي في الدنيا وخبره ابويا اللي نقلهاني برضه، ربنا بيغنيه من ابواب تانية، وتملي اللي يقعد يتخانق على الارث يعيش طول عمره فقير للارث بالتجربه كده. فالارث ده الظاهر ربنا عامله امتحان، يعني كل ما تعامل الورثه اللي حواليك بانك تتنازل عن حقك ليهم كل ما ربنا يفتح لك ابواب رزق من التانيه تبقى اغناهم بعد شويه، فهمت ازاي؟ وكل ما تقعد تتخانق مع اخواتك وقرايبك في الارث كل ما تفتقر للارث وتعيش فقير وتموت فقير، التجربه اثبتت هذا. وعندنا نماذج كثيره جدا في عيلتنا وعائلات تانيه نعرفهم نشوف كده، اللي تنازلوا كانوا عندهم سخاء نفس في تقسيم الارث ربنا اغناهم وعاشوا اغنياء وماتوا اغنياء، واللي قعدوا يتخانقوا مع قرايبهم في الارث عاشوا فقراء وماتوا فقراء، وكل واحد عليه بقى يطالع هذا في الدائره بتاعته هيجدها انها قاعده مشهوره، يعني من استعف اغنى من استغنى اغنى الله. ايوه مجبر يعني تكبر مش محتاج من مش تسامح، هو ماله شايف نفسه انه مستغني، وانت ليه دخلت قلبه يعني؟ ليه انت حكمت على قلبه انه تكبرا؟ ليه يعني؟ انا بدي تصدق واحد انا عارفه كده ما دخلتش قلبه، هو ايه؟ قال يعني ايه؟ قال انا متكبر؟ مش محتاج. لا قال انا مش محتاج، ده من باب التنازل، ده دليل سخاء نفس على فكره. انا شايف اخواته ان هم شايفهم انهم محتاجين، ده سخاء نفس على فكره، لان مش كل واحد بيتنازل عن حاجه هي حقه الا اذا كان نفسه سخيه، فده نوع من سخاء النفس، بس هو اساء التعبير بس، لكن قلبه سخي. لكن البخيل ده يا ساتر ده بيبقى حتى مش عايز ياكل نفسه، فربنا ينجينا من البخل. يعني احنا قلنا ايه؟ لو في فرع وارث، فرع وارث مع الزوج، وهذا الفرع الوارث متلبس بمنع من موانع الارث كأن لم يوجد. ايه موانع الارث؟ رقيق ضرب عليه الرق، او اختلاف دين ارتد، او قتل. لو المرتد ده كان قتل له ابناء، ها له ابناء، هل الابناء يخشوا بقى مثلا ابوهم فرع وارث؟ ما يورثوش ابوهم. لا يعني مثلا اختلاف الدين يمنع، لا هو يورث ولاده ولا ولاده يورثوه. لا هو هو المرتد ده كان هيحجب الزوج من ال وبعدين لا اولاد، فهو طبعا كده هو مرتد، فهل اولاده ولا ولاده يورثوا برضه؟ ما هو اختلاف الدين كذلك القتل، ما هو اختلاف الدين يمنع، ولاده مسلمين وهو بقى كافر خلاص ولاده مش هيورثوا ابوهم الكافر، يورثوا جدهم لكن ابوهم لا، المهم الكافر ما يتورث، اختلاف الدين ما يتورث. طب ماله مين اللي ياخده؟ بنك النصر الاجتماعي، بيت مال المسلمين، فهمت؟ لو كان قتل يعني مثلا، والقاتل برضه ما يورث، قتل الجد يرثوا؟ الاب هو اللي يحرم كانه مش موجود بقى، يقوم يرثوا الجد يتحلوا هم محل، مش هياخدوا بذنبهم؟ لا مش هيحجبهم، ما يحجبهمش، لانه لو ما كانش قتل جدهم كان هو يحجبهم، لكن لما قتلوا نعتبره مش موجود كانه ميت عدم، يبقى هم يورثوا جدهم. يعني المهم لازم نشوف ايه موانع الارث كمان، وهو اي الربع فرض الزوجة. طب افرض في اكتر من زوجة يقسموا الربع بينهم،
فهمتني ازاي؟ في اكتر من زوجه يقسموا الربع ده. ولو فيهن يعني كتابيه، لو هو متجوز ثلاثه منهم واحده كتابيه واثنين مسلمات، الكتابيه ما تورثوش لان اختلاف الدين، يبقى اللي هيورثوا اثنين من زوجاته. والكتابيه ما تورثوش خرجت. فنقسم ايه؟ الربع، ان ما كانش في فرع وارث هنقسم الربع على الزوجتين، يبقى كل واحده تاخد ثمن. فهمت؟ طب اربع زوجات برضه نقسم الربع على الاربعه، كل واحده واحد على 16. فهمت؟ طيب كانت كتابيه ليس لها ولد وهي الزوجه الوحيده، يورثها قرايبها بقى، ابوها وامها وعمها، قرايبها الكفار يورثوها، لكن ولادها ما يورثوهاش من المسلم لان اولادها مسلمين، ولا جوزها يورثها ولا هي تورث جوزها، كانها مش متجوزه. هيتقسم الارث على اخواتها وابوها وامها كفار، زيتهم في دقيقهم بقى مع بعضتهم. فهمت ازاي؟ يعني كل اللي بيتجوزوا اوروبيات دول وبينجبوا منهم اولاد، لو حصل وفاه لاحد الزوجين ما بيورثوش بعضهم البعض، ولا الابناء يورثوا من الام، لان بسبب ايه؟ اختلاف الدين. والزوجات مع عدم الولد او ولد الابن، يعني فرض الزوجه والزوجات، ليه ما قالش ايه والزوجتين؟ على اساس ان ايه في بعض لغات العرب بتعتبر ان ايه ما فيش مثنى، مفرد وجمع على طول زي الانجليش كده، ما فيش مثنى في الانجليش مش كده برضو؟ اتنين تقول عليهم ذي او تقول وي مش كده برضو؟ يعني اتنين تقول نحن بالانجليش، واخد بالك ازاي؟ يعني ما فيش في لغه من لغات العرب على فكره كده، في بعض قبائل العرب عندهم ايه؟ ان المثنى جمع. فهمت؟ يبقى فرض الزوجه والزوجتين والزوجات مع عدم الولد، هو حط الزوجتين في الشرح لكن في المتن ما قالش الزوجتين، قال الزوجه والزوجات. اختصارا على اساس الزوجات يدخل معاهم الزوجتين. مع عدم الولد او ولد الابن. والافصح في الزوجه حذف التاء تقول زوج، بس في الارث علشان ما يحصلش التباس يحط لك الزوجه مع انه عارف انها مش فصيحه. الامام الشافعي ما كانش يحب يقول كده لان الامام الشافعي فصيح في اللغه، فيقول ايه؟ ترك امراه، ما يقولش ترك زوجه. فهمت ازاي؟ الامام الشافعي في ايه؟ في الرساله والام، ما يكتبش الغلط، ما يحبش يغلط في اللغه، كان حجه في اللغه الامام الشافعي. فيقوم يعمل ايه؟ يقول لك ترك امراه. فهمت؟ الامام الشافعي ده حاجه مش اي كلام يعني. لكن العلماء المواريث يقول لك اكتبها زوجه وخلاص عشان تمنع الالتباس، واحنا عارفين انها غلط. فهمت ازاي؟ عارفين انها غلط بس بنمنع الالتباس. والافصح في الزوجه حذف التاء، ولكن اثباتها في الفرائض احسن للتمييز ومنع الالتباس. يبقى خلصنا ايه؟ النص، وخلصنا الربع. ناقص بقى نص الربع، ما احنا عايزين النص ونص ونص. الثمن، الثمن ما لهاش الا ايه؟ واحده بس بياخد الثمن، اللي هي زوجه، زوجه رجل مات وترك وله فرع وارث. رجل مات وله فرع وارث، الزوجه او الزوجات او الزوجتين ياخدوا الثمن بالتساوي. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى فرض الزوجه والزوجتين والزوجات مع الولد او ولد الابن يشتركن كلهن في الثمن. مع الفرع الوارث احلى ويريحني، بدل ما اقول الولد ولد الولد، يقول مع الفرع الوارث وخلاص. والثلثان فرض اربعه. التلتين بقى، على فكره علم الجبر اللي عمله المسلمين، علم الجبر اللي عمله المسلمين بسبب علم المواريث، الجبر ده اللي هو علم الكسور، فاللي عمل المسلمين عشان كده يقول لك الخوارزمي اول من ايه وضع علم الجبر، ابدا، ده قبل الخوارزمي موضوع في علم المواريث، بس الخوارزمي عمل له قوانين وابتدى ايه يعلمهم ازاي يوحدوا المقامات وازاي يجمع الكسور المختلفه، عمل لهم شغل شويه ماثيماتيك كده يعلمهم ازاي يبقى ايه عقولهم رياضيه يعني. لكن سيدنا علي ده كان على المنبر كده وهو بيقول المقدمه، يجي له واحد في اخر المسجد وهو بيتكلم يقول له قضيه الارث، وهو بيتكلم بيخطب يحلها له وهو في وسط الخطبه. يعني كان عندهم ايه؟
يعني ساعة اطلاع في أسرار الحساب، واخد بالك، سريعة جدا، سرعة بديهة عجيبة، لدرجة دخلوا على سيدنا علي بن أبي طالب مرة وهو قاعد بيدي درس، وقالوا له رجل مات وترك 1000 دينار وكان نصيب الزوجة دينار واحد، فقال لعله ترك كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى في الحالة دي نصيب المرأة. قال له فعلا ترك كده، يعني حل قالهم بالعكس. فكانوا يعني ما شاء الله حاجة ايه، عقليات يعني ايه، ولا الكمبيوتر، والله ولا الكمبيوتر اكس واي، ها هو عملها اكس واي، ايوه بالعكس، جابها بالعكس. والثلثان فرض 4، البنتين في اكثر، فان كانت واحدة فلها النصف، مش كده برضو؟ وان كان اكثر من ذلك ايه؟ هم شركاء في الثلث. لا لا مش كده. وترك يوصيكم الله في اولادكم الذكر من صاحب، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فوق اثنتين. طب يعني طب والاثنين؟ هو يبدا من الاثنين. اصل في ناس يقول لك ده اللي فوق الاثنتين، لكن السنه بينت ان الاثنين داخلين. لكن الايه تقول لك طب والاثنين لم يذكروا، ده فوق اثنتين يعني من 3 وطالع. يبقى واحده وثلاثه، القران اتكلم كده. طب والاثنين؟ السنه بينت ان الاثنين داخلين. لكن لو على الآية بس، زي الجماعة ميزو، الشيخ ميزو ده اللي بيجي كل شوية في التلفزيون، ده اللي قاعد اللي كل حاجة يقول لك القرآن بس، وتيجي تقول ما فيش حاجة اسمها ناميصة ملعونة، هات لي آية في القرآن تقول إن الناميصة ملعونة. النهاردة شفته مع الجدع خليفة أنطون ده، ولا اسمه إيه؟ توني خليفة. توني خليفة ده؟ خليفة مين ده؟ خليفة نصران. يعني حاجات غريبة، يعني بيقولوا كلام غريب. لكن على اي حال لابد من معرفة السنة مع القرآن، وإلا مش هنفهم الدين، لازم دي. فاللي بيطعنوا في السنة دول هيعملوا لنا مشكلة كبيرة، هيعجزوا عن تنفيذ الدين. يا ربنا يهديهم يا رب. عارف يهديهم ازاي؟ ان يقعد عند الشيخ يربع ويتعلم، ما يفتكرش نفسه عالم، لكن هو لابس العمة وبص في المراية كده قال والله انت يا ميزو، ده انت شكلك علمه ما شاء الله، ليه تروح؟ او ما مسمينه ميزو، والله مسمينه الشيخ ميزو. لاعب كرة؟ اصل هو خطب في ميدان التحرير ايام المظاهرات ومش عارف ايه، فسمى نفسه خطيب ميدان التحرير، فكانوا يدوروا عليه في الزحمه ينادوا له انه ايه يا ميزو، اسمه بقى طلعت عليه الشيخ ميزو. للاسف يا مولانا ده امام وخطيب في الاوقات. ما انا عارف، ما هو الوظيفه بحكم الشهاده، مش احنا بلد شهادات؟ فهو واخد وظيفه ما يقدرش بتاع الاوقاف يرفده، لكن ممكن يحقق معاه مثلا، لكن ما يعرفش يرفده. يعني الخلاصة ان احنا لازم نقعد ونهدى ونتعلم، واللي ليه شيخ عمره ما يقول الكلام ده. كل الناس اللي خلفت الاجماع لا شيخ لهم ولا اسناد لهم، شيخه كتابه، فهمت ازاي؟ هو قاعد يقرا في الكتاب وبعدين افتكر ان فهمه من الكتاب هو ده الدين، وابتدى يعترض على الدين اللي هو فهمه، مش على دين ربنا، ده كل اعتراضه ده على دين اللي هو فهمه. زي سيدي محيي الدين ابن عربي، كانت الناس تشتمه وتقول له ده بيقول بالحلول وبتاع، ويضربوه في الشارع ويرموه بالطوب وهو ماشي في دمشق، يقوم ايه تلامذته يقولوا له يا مولانا ما يصحش يعملوا فيك كده، احنا عايزين ندافع. قال لهم هم يضربون ابن عربي الذي في ذهنهم، لا يضربوني انا، انا ما قلتش الكلام اللي بيقولوه ده، هم بيضربوا اللي في ذهنهم. شوف بقى ايه تسامح الاولياء، يعني فعشان كده كانوا يضربوه يدعي لهم، فهمت ازاي؟ لان هو الفكر انه فهم غلط وتصور ان الخطا ده هو الدين، وابتدى يعترض على الدين، يبقى هو بيعترض على فهمه الخاطئ، لان الدين بعيد عن هذا. فاحنا بنعذرهم ان هم مش فاهمين، لكن ما بنعذرش المذيعين والقنوات الفضائيه ان تجيب الجهله دول وينشره ايه جهلهم، هو ده اللي ما يصحش. يبقى الثلثان فرض 4، البنتين فاكثر. شوف دخلها، ان كنا فوق اثنتين فلهما الثلثان، ما ترك دخل معاهم الاثنتين. انت بتدخلهم منين؟ مش من الايه. يبقى ميزو لو بيتعلم علم المواريث يعرف ان السنه مهمه، لان كان هيخرج البنتين، فهمت ازاي؟ البنتين فاكثر وبنت، ومش كده وبس. طب افرض مالوش بنتين لكن بنتي ابن، بنتي ابن او بنتي ابنين، يعني كان ليه ولدين والولدين دول اتجوزوا وخلفوا بنت، كل واحد بنت، ومات ده ومات ده، وجاء فسايب ايه حفيدتين ياخدوا برضه التلتين.
فهمت ازاي؟ وبنتي الابن فاكثر، وفي بعض النسخ وبنات الابن. والنوع الثاني اللي ياخد التلتين بعد الفروع الوارثه الحواشي بقى، الاختين من الاب والام، الاختين الاشقاء يعني، او الاختين لاب. مش ايه يفتيكم الله في الكلاله، ان امرؤ هلك وليس له ولد وله اخت فلا نصف ما ترك، فان كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك. الثلثان اهو كانت اثنتين، عرفنا على فكره الاثنين داخلين من الايه دي كمان. نعم الاثنين داخلين في البنتين من الايه الاخيره، لان قال ان كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، وان كان اكثر فوق اثنتين، فعرفنا ان الاثنتين داخله فوق من القران برضو. بس ايه الايه دي نمره 10 والثانيه اخر ايه في سوره النساء، فلا بد ان يبقى القران عندك كله سطر واحد عشان تفهم وتجيب الادله، لكن مش هيبقى سطر واحد عند ميزو وامثاله. فهمت ازاي؟ لان انت لو امتحنته في القران يمكن تلاقيه ناسيه، ولو كان فاكره مش فاهمه. والاختين من الاب والام فاكثر، يعني افرض سايب اختين ياخدوا التلتين، سايب 10 برضو ياخدوا التلتين بس بالتساوي. طب كانوا اخوه رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الانثيين، لكن الاخوه لاب ما فيش فيه تمييز الذكر على الانثى، اخوه لاب في السدس، السدس سايب اخ واخت لام وهو كلاله، يقوم يورثوا ايه؟ كل واحد ياخد السدس يستويان. طب اكتر من كده يتقسم عليهم التلت بالتساوي ذكورا كانوا او اناث. فهمت؟ لان في صور المراه تاخذ بس الذكر، في القران في صور كتير. والاختين من الاب والام فاكثر، والاختين من الاب فاكثر، وهذا عند انفراد كل منهما عن اخوتهن، فان كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين، كما لو كنا 10 والذكر واحد. افرض هو كانوا 10 اخوات ومعهم اخ واحد، هياخدوا ايه؟ هياخدوا 10 من 2 من 12 اخوهم، ما هو هتتقسم الارث على ايه؟ 10 كل واحده واحد، يبقى عندنا 10 اجزاء 10 اسهم، والاخ سهمين، يبقى تتقسم على 12، يبقى هم هياخدوا ايه؟ هياخدوا 10 من 12 سهم. طب 10 من 12 واخد بالك ازاي؟ اكتر من التلتين بكتير. فهمت؟ فممكن ياخدوا اكتر من التلتين احيانا. كما لو كنا 10 والذكر واحدا فلهن 10 من 12 وهي اكثر من ثلثيها، وقد ينقص كبنتين مع ابنين يقل عن الستين، يعني بنتين وابنين هتبقى الحكايه ايه؟ الابنين 4 والبنتين 2 نقسمها على 6، مش كده برضو؟ يبقى كان هي هتاخد السدس، دي سدس ودي سدس. فهمتني ازاي؟ فاحيانا ايه؟ وقد ينقصن كبنتين مع ابنين. والثلث فرض اثنين، اثنتين، الثلث فرض اثنتين. الام اذا لم تحجب، ايه اللي يحجب الام عن الثلث؟ ان ليه فرع وارث او ليه اخوه. في الحالة دي تحجب الأم من الثلث إلى السدس. طب مالوش فرع وارث ولا إخوة؟ الأم تاخد الثلث على طول. فهمت؟ والثلث فرض اثنتين الأم إذا لم تحجب، وهذا إذا لم يكن الميت ولد ولا ولد ولا ولد ابن، أو اثنان من الإخوة والأخوات سواء كنا أشقاء أو لأب أو لأم. وهو أي الثلث للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الام. احنا الثلث احنا قلنا الاخوه لام، لو كانوا اكثر من 2 يوم في شركاء في الثلث، مش كده برضو؟ يبقى الثلث عشان كده هيبقى للاثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات من ولد الام. الاثنين ليه؟ لان لما ده ياخد سدس وده ياخد سدس يبقى خدوا التلت برضو. طب اكثر من كده برضو التلت. ذكورا كانوا او اناثا او خناثا، أو البعض كذا والبعض كذا، يعني البعض ذكور والبعض أناث والبعض إيه.
والسدس فرد سبعة، السدس فرد سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، يبقى ساعتها بيسموه إيه؟ حجب نقصان، ينقصوا الأم من الثلث إلى الثلث، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم، ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا، يعني البعض ذكور والبعض خناثة والبعض إناث. وهو أي السدس للجدة عند عدم الأم. الجدة عمرها ما تورث إيه؟ لو حلت محل الأم تاخد سدس، لأنها هتشترك مع الإخوة، فاهم؟ وللجدة عند عدم الأم، وللجدتين والثلاث. طب افرض ليه جدة لأم وجدة لأب، يورثوا الاثنين ياخدوا السدس ويتقسم عليه. افرض ليه جدة لأم وجدة لأب، ادي اثنين، وليه كمان جدة لأبيه عايش، يبقى ثلاث جدات، فاهم؟ فيقوموا برضو يورثوا ويتقسم عليهم كلهم. ده عيلة ما بتموتش دي ولا ايه؟ الجدة ما تخش امها؟ لا، بيخشوا مع بعض الجدات كلهم. هي صور نادرة، الموت بيحل المشاكل دي. ولبنت الابن مع بنت الصلب بياخدوا ايه؟ السدس. بنت الابن يعني هو مات وترك بنت صلبية هتاخد النص، وبنت ابن تقوم تاخد السدس تكملة الثلثين، تاخد السدس تكملة ايه؟ الثلثين. لان هي لو كانت بنتين هياخدوا الثلث، الثلثان، مش كده برضو؟ هنا لو كانوا من درجة واحدة، لكن دي سايب اخت وسايب بنت ابن، فمش من نفس الدرجة، ادنى هي بنت الابن، فدي تاخد النص ونكمل الثلثين اللي هو السدس، تاخده بقى بنت الابن، فهمت؟ فيها اجتهاد، في بعض الصور فيها اجتهاد، اجتهاد سيدنا زيد بن ثابت، اجتهاد سيدنا عمر، فيها اجتهاد لا شك، بعض الصور بتبقى لم ينص عليها بيجتهد فيها العلماء. الابن مع بنت الصلب لتكملة الثلث، ولبنت الابن مع بنت الصلب لتكملة الثلثين، وهو أي السدس للأخت من الأبي مع الأخت من الأبي والأم لتكملة الثلثين. خد بالك، هو سايب أخت من الأب والأم، وسايب أخت لأم، سايب أختين، بس الأخت من الأب والأم درجتها أعلى من الأخت لأم، تقوم الأخت لأب وأم تاخد النصف، الأخت لأب وأم تاخد النصف، والأخت لأم تاخد السدس تكملة الثلثين. فهمت بقى إزاي؟ ويدخل في كلام المصنف لتكملة، وهو أي السدس فرد الأبي مع الولد أو ولد الابن، يعني ترك فرع وارث، فهمتني إزاي؟ وترك أبوه، الفرع الوارث يحجب الأب من الثلث إلى السدس، فهمت إزاي؟ الفرع الوارث يعني كأن مات وترك أبوه وترك أبناء، الأبناء دول الأب الوالد ده اسمه جدهم، مش كده برضه؟ فالجد في الحالة دي هياخد السدس اللي هو أب الميت لوجود الفرع الوارث اللي هم الأحفاد. لا مش هيتعصب لانه ليه فرع وارث، الا لو كان الفرع الوارث ده بقى بنات يبقى هياخد الباقي تعصيب، الباقي تعصيب، لكن هو ياخد السدس فردا والباقي تعصيب. وهو اي السدس فرد الابي مع الولد او ولد الابن. ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميت بنتا وابا، فللبنت النصف وللابي السدس فردا والباقي تعصيب، زي ما قلناها كده. ونقف على ايه؟ ميراث الجد المره الجايه ان شاء الله، عشان احنا مش عايزين نطول في المواريث دي بالذات، عشان ما تتعبوش. والله تعالى اعلى واعلم.
أي تفضل. مثلا التراكوسية. أيوة. التراكوسية ضاعت عند ابن عبنا ما باش يطلعها. أيوة. مثلا أدخل أرض أو موقع. الابن هذا كان في حياة والده مسجل العقار ده باسمه. لما جبي مات والده ما باش يأخذ. يعني هو والده أعطاه دون إخوته عقارا وكتبه باسم أحد أبنائه، الأب هو اللي كتبه بإحدى أحد أحد مش الأب اللي عقاره. هم إزاي هيكتبه باسمه؟ الأب يقول الموقع ده مثلا فيه فلان وفيه فلان، ولكن مسجل باسم هو. إزاي يسجل بإن لابد المالك ما عنداش العلم المالك. ها؟ اصل احنا عندنا في بلادنا النظام ما ينفعش يروح يسجل حاجة باسمه الا لما يجي المالك يقول اه هي باسمه. المالك ده اللي هو ايه؟ الاب. ما يعرفش يروح يسجلها اصلا، ويقول سجلوا لي الارض دي باسمي الا لما يقولوا مين صاحب الارض، لو كان ابوه لسه عايش. هو سجلها بدون ما يعلمش ابوه، لان ابوه يعني بطرق غير شرعية. يبقى يأسم، يأسم لو عمل مثل هذه الأشياء بطرق غير شرعية، يأسم يأسم. بس وعملية التطبيق الوصية ما باش يطلع الوصية برضو يأسم. آه يأسم، لأن الوصية يعني إيه؟ يعني من باب البر أنك أنت تظهر وصية أبي في حدود الثلث، لو كانت الوصية في حدود الثلث واخد بالك، لكن أزيد من الثلث لا تنفذ إلا بإذن الورثة. يبقى هيبقى ده اسمه عاق، عقوق. اه والعلمك اللي بيعمل كده بيظلم نفسه، لانه هو ده اللي بيفتقر وبيعيش فقير، وحتى لو معاه اموال بيبقى فقير. الفقر اصله في القلب مش في المال، الفقر في القلب. احنا نعرف ناس يعني دخلهم بسيط لكن اغنياء، اغنياء بقلبهم، تيجي تعرض عليه حاجه ما يرضاش. ونعرف ناس تانية اغنياء قلبهم فقير، يبقى عنده قد كده ولما تدي له حاجه حتى فيها شبهه ياخدها برضه، واخد بالك. فالغنى عن الشيء لا به، الامام الشافعي قال كده، الغنى عن الشيء لا بالشيء. ده مثلا اب عند ابناء. ايوه.